بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ما بعد أيها الأخوات، معكم كلاب الأناسي تشعروا اليوم ان شاء الله. الباترون جاب حط طوموبيله جديده ان شاء الله. السلام عليكم، انتم كي دايرين؟ مبروك يا سيدي، مبروك يا بسم الله. انت باقي في رحله الشوكولاته هذه؟ هاي ما شاء الله ما شاء الله. ديرها نوفو هذه؟ اه نوفو. جوج ديال الخواتات والساعه الرمليه تتشاجران وتختصلان وتحصل. هذه الاولى للثانيه سنذهب للمحكمه. تفضل اسي ابراهيم وصاحبي. وجات معك هذه احسن لك العوده اخرى لحياتي. جات معك بغيت تبان واحد اخر. الكليان دابا الكليان دوكا غادي يشوفوك دابا. السي ابراهيم واش اخترت هو كيجي لقدامه؟ ترك بحال كاع تكون اول ركبه فيها اليوم. الله يبارك لك كمل بخير. الحمد لله. التمر والحليب وكسر. هاي التمر نسيتو البارح. ها؟ قلت لي التمر نسيتو البارح ما خديتوش. اه ما مازلناش بكري و بقيت معطل. عطل عطل قالت لهما انا القاضي انا القاضي. النحله ستذكرك الطفل برقم 6. لا وهو رقم العشرات. لو بغات الطفل 8 في 8 يحول. اللي جاب من الرباط ولا من هنا؟ الى الصوت. ها؟ جاب لا لا من هنا. وهو السر الثاني من اسرار جدول الضرب الخارق. ما هو المكان؟ لا من هنا. ما مشاش على الرباط زكريا. لا لا مشى على ديالو. هاديك ديال ترك الرباط من زاكيا. ها كان يمشي في يد. اه لا خديتها من جيت توين الى مسيره. هي جيت معاك زكريا. كنتي كتعلمو اي شيء وحاولتي انك تمرر الطفل من مرحله الواقع الى مرحله الحلم. بحال يعني الدماغ بحال كيحس انه ارتاح. هذا هو من اسباب تشتت الانتباه ان بعض الاطفال ما يقدرش. اتبع عصطه غير ترسيها ما تخافش. كدير الطري. كدير الطري. تعلم الطفل لمرحله الخيال ويرجعوا للواقع فاكيد بان ما غيبقاش هذا الصعيب. اذا يطلب من الطفل انه يغمض عينه ويتخيل نفسه في الغابه، ونطلب منه كذلك ان ياخذ نفسا عميقا. لماذا؟ لان الاكسجين هو سر الذاكره. لان الطفل ملي غيدخل واحد النسبه ديال الاكسجين كبيره راه الدماغ ديالو هو الخوف ديال الدماغ كاين خمسه اذكرهم ان شاء الله. اول غذاء هو ثاني غذاء. دوك زاد الحاره والحلقه. ساصبح غنيا. ودوك زاد الحاره والحلقه الاخرى. وكسر الساعه الرمليه. اللي ما سيحصل الان هو ما سيذكر الطفل بالجواب. العكاز توقف عن تكسير جميع الاشياء التي تجدها في طريقك. شهرين هناك الاخبار الاطفال. لا عطوني تكسير شهر. الاشياء التي ورقه بيضاء عاود تشرحوا في ديك الكرتونه. حتى كندوزو شهرين دابا عاد تركب اللايك. المهم ان بتذكر تخرج الكاد كذا دير اللايك. اه تخرج وبتذكر الاحداث ان العطوني ورقه بيضاء
كسر الساعة الرمية 8 اللي هو الضرب 28 8 في دار التسعة. إذا الساعة الرمية تختصمان وتذهبان مع العكاز يكسرها في الغابة مع الضرب 5 هناك 3 سنين ولا 8 في الغرفة.